برعاية وحضور السيد رئيس أركان الجيش وعدد من القادة وضباط الجيش العراقي، احتفلت مديرية المدفعية بذكرى تأسيسها الأغر، وتضمنت فقرات الحفل إلقاء كلمات بالمناسبة واستعراض لأسلحة المدفعية وفقرات أخرى متنوعة نتابعها عبر هذا التقرير. السيد رئيس أركان الجيش المحترم، سيد قائد البرية، قادة الأسلحة، مدراء الصنوف، قامت مديرية المدفعية حقيقة حفل واستعراض كبير مناسبة الذكرى الواحد بعد المئة لتأسيس هذا الصنف العريق. صنف المدفعية مثل ما معروف كان له دور كبير، سفر خالد في كل المعارك بانتصارنا على داعش كان له دور كبير. لله الحمد السنوات الأخيرة شهد هذا الصنف تطور كبير على مستوى العلمي، على مستوى التشكيل، على مستوى الأسلحة، حتى بالتنظيم. تم إعادة التنظيم، تم إعادة مدرسة ضباط الصف، هذا موضوع مهم جدا لإعداد ضباط الصف والمرات المدفعية. الصنف الوحيد اللي عنده دورة طويلة أركان الصنوف، تعادل القيادة وتمهد للأركان. لله الحمد خطوات علمية مدروسة بالاستفادة من كل التجارب القتالية والفنية، نأمل أنه يتطور أكثر. كتاب الاستمكان الآن بقيد الإنشاء حقيقة وما يتعلق بتسليحه، لدينا خطوات جادة وملموسة للمستقبل القريب لغرض تعزيز وإسناد وتقوية هذا الصنف العريق. أبطال الصنف ضباط ومراتب حقيقة قبلوا بلاء حسن في كل المعارك، كان اليوم لهم حقيقة وقفة مشرفة من خلال الاندفاع واعتزاز بصنفهم. نتمنى للصنف الكبير العريق صنف المدفعية بالكل ضباطه، بدل المدير، بالوحدات العمق اللي امريات، بالقيادات الفرق، مستشارين المدفعيه بالقيادات العمليات، الضباط في مختلف المديريات والدوائر ذات العلاقه بهذا الصنف. نتمنى لهم التوفيق ونامل منهم مزيد من العطاء خدمه لهذا الصنف وجيشنا الباسل وشعبنا الابي وعراقنا الغالي. احتفلت اليوم مديريه الصنف المدفعيه بذكرى تاسيس الصنف، وتاريخ صنف المدفعيه هو تاريخ الجيش العراقي، فتأسست النواة الأولى بتاريخ 1 تشرين الأول عام 1921. شرفنا اليوم السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وكان حضوره دور فعال لرفع معنويات ضباطنا وجنودنا لمشاركتهم عيدهم الأغر. فأبارك لإخواني من الضباط والجنود، وأبارك لهم بهذا الذكرى لصنف المدفعية. واليوم لاحظتوا الاستعراض الراجل والآلي
كان دور فعال لاخواني الضباط والمراتب. فاحنا نهني، ليس نهني احنا كضباط مدفعيه، ولكن نهني جيشنا العراقي الباسل، ونعاهد الشعب النبي ان نكون الجند الاوفياء للذود عن بلدنا وكرامته وعزته. اليوم كان احتفاليه يوم الصنف، يوم صنف المدفعيه، صنف الحديد والنار، الصنف الحاسم في كافه المعارك. في معارك داعش كان له دور فعال، والى هذه اللحظه يدك اوكار داعش الارهابي. اهنئ كل اخوتي المراتب بهذا اليوم، اليوم الجميل الذي لم تشرق فيه الشمس ولكن اشرقت فيه وجوههم الطيبه، وهنئ هذا الصنف.